ما يظن أنه مترادف وليس بمترادف، وأنا بدي أعطيكم إياها كقانون. لا ترادف في القرآن، ما في ترادف باللغة العربية أصلا مطلقا مطلقا. ليش؟ لأنه الترادف يعني التماثل، ولو التماثل موجود ليش بتغير اللفظ؟ لا، هو بتغير اللفظ لأنه في فرق، ما في ترادف. يقول العلماء لو أزلنا كلمة من المصحف، قال وأدرنا اللغة على كلمة أخرى تأتي لتعطينا المعاني التي أعطتنا إياها تلك المفردة لما وجدنا. قول أنا مش فاهم، أحترمك، نعم مش فاهم ليش والله ربنا ذكر هون مثلا هاي الكلمة، لما يقول مثلا يخافون ربهم من فوقهم، وبآية أخرى بيقول ولا يخشون أحدا إلا الله، ليش قال يخشى وقال يخاف؟ ما هي نفس المعنى، مترادف. لا، هذا بنحكيه في الدكاكين، في الدكاكين، في المقاهي، في الحياة العادية بنقول والله نفس المعنى. لا، ما في نفس المعنى. الفرق بين الخوف والخشية، قطعا في فرق كبير بين الخشية والخوف. أنا لما أخاف قد أخاف من لا أحترم، أنا قد أخاف من لا أحترم، لكن لا أخشى إلا من أوقر وأحترم. هذا واحد. عندما نقول يخاف يدل على ضعف الخائف. أنا عندما أخاف الأسد أنا ضعيف والأسد قوي. أخاف الكهرباء أنا ضعيف أمام قوة الكهرباء. لكن عندما يذكر الخشية فإنه فيه تعظيم المخشي منه. إذن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويا، يعني أنت قد تخشى مخشي وأنت قوي، لكن إذا قلت أخاف فهذا على الضعف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، لأن العالم هو قوي ولكن المخشي منه أقوى وأعظم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، المخشي الله سبحانه وتعالى، مع أن الأنبياء قويين. في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم للدلالة على أن الملائكة وإن كانت عظيمة لكنها مع الله لا تساوي شيء. فناسب أن يأتي بكلمة خوف ليس خشية للدلالة على يعني هذا المعنى، العظم والقوة لا تعني التفرد. طيب، البخل والشح مترادفات، لا أوعى، إحنا لغينا هذا. نقول الشح أشد من البخل، لماذا؟ قالوا لأن الشح بخل مع حرص. الشحيح هذا بكون عنده بخل وحرص، يمكن حتى الشحيح بيكون شحيح على حاله، البخيل يمكن بخيل على غيره، يمكن في ناس بخل على الآخرين بس على حاله مش بخيل، بس يبدو الشحيح والله أعلم على الجهتين. هذا ومن يوق شح نفسه، ذكر ربنا شح النفس، اللهم عافنا. وهذا أكبر مرض أنا شخصيا بقول ليس له علاج، يمكن الدكتورة تأيدني، ما في علاج لمرض البخل. ذلك اللي ربنا بيبتليها بزوج بخيل، يعني اللهم عافنا وعفو عنا. من أهم مواصفات العرسان لما يجوا لبناتنا هاي القضية، أهم من كل شيء في جانب الأخلاق، يعني جانب السلوك، جانب بخيل ولا كريم. إذا بخيل معناته عيشتها مطينة بستين طينة، ولا في مثل بتحكوه في مصر مش عارف، بس بيعطي الوصف الحقيقي. فالشحيح نعم مشكلة، والبخيل مشكلة، والبخيل سبحان الله محير، يعني محير سبحان الله سبحان الله. أيضا السبيل والطريق مش مترادفين. السبيل أغلب ذكره في القرآن على الخير، أما الطريق فلا يكاد يراد به الخير إلا مقترنا بما يدل على ذلك من وصف أو إضافة. فبيقول مثلا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الأصفهاني بيقول السبيل الطريق الذي فيه سهولة فهو أخص. السبيل تحمل معاني لا يحملها الطريق. السبيل بتكون مستقيمة وبتكون واسعة وبتكون واضحة وبتكون واسعة. السبيل الطريق مش بالضرورة، ممكن الطريق تكون منعرجة متعرجة، ممكن تكون ضيقة، ممكن تكون مش مستقيمة، ممكن ما تكونش يعني واضحة. فالسبيل حتى بسموه ماء السبيل، ماء السبيل اللي بيكون سهل وواضح. لذلك سبيل الله عز وجل واضحة، وأن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، واضحة طريق سبيل الله، واضح سبيل الله، سهل سبيل الله. نرى هذه الخصوبة في اللغة
العربية ما شاء الله تعالى. في أمد ومد، في آية بتقول وأمددناهم بفاكهة، أمددناهم، لا شك هذا مد إيجابي، لكن لما قال ونمد له من العذاب مد، هذا مد سلبي. كلاهما فيه إعطاء، ولكن هذا إعطاء في الخير، وهذا إعطاء في الاستدراج للشر. سبحانك يا رب. الصراط أيضا قريب من السبيل، ولكن قد لا يكون مستقيم، لذلك لما بده يصف الصراط بالمستقيم يأتي بكلمة مستقيم، يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط قد يختلف عن السبيل في هذه الجزئية، والله تعالى أعلم. واللغة لغة بحر. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.